فإذا بنا من قبيلة كنسمعوا يسعى يسعى. لماذا تركز على يسعى وليس على المناصفة؟ هذا الدستور سيدتي يسعى. خليني خليني اسمع خليني ما تأكدش على أنت لأن هذاك تصور للمساواة. لا ولكن ربما واضح يسعى إلى المناصفة. لا ماشي مشكل في يسعى، ماشي مشكل في يسعى، غير نكمل وجهة نظر ديالي. وزارة التضامن رسأت أن تعين لجنة. الحركة النسائية كان عندها موقف من هاد الصيرورة اللي من مر هاد الملف، ما غاديش نرجع لها باش ما نضيعوش فيها الوقت، لأن كان في إقصاء ديال المجتمع المدني وخاصة ديال الحركة النسائية. هاد اللجنة مشات وسافرات وطالعات وطلقات 80 أو ما يزيد على 80 مذكرة. 88 أغلب هاد المذكرات فيهم كيطلبوا تعريف. وكل شيء كل شيء هاد الجهات مطالعة على تجارب على على الدستور على كل شيء هاد الشيء. وجابت واحد المشروع تصور لمتقدم نقدر يمكن ان اقول بانه لا انا غنجي لها غنجي لها استاذ عبد الرزاق وانه لا علاقه له بالمشروع الذي قدم الى البرلمان واللي صادق عليه مجلس حكومه خلال شهر مارس وفيه التعريفات. انا الان اقول بان هذه اللجنه العلميه ولجنه البندقيه مشاو عطاتهم توصيات وفيها التعريف. انا كنقول بان هذه اللجنه العلميه اللي كانت واحد الكلفه ماليه وكلفه ديال الوقت وديال المجهود جاب تصور مختلف خصها تعبر على موقفها ويتعين ان تتبرا من هذا المشروع يعني تحمل مسؤوليتها السياسيه في هذه الظرفيه التاريخيه لان المشروع ديال القانون ما جاش في سياق اخر جا في سياق خاص سياق ديال صراع ديمقراطي سياق ديال واحد الجو السياسي اللي كان في المغرب واللي كاين اقليميا وكلنا كنعرفوا التداعيات ديالو الان واللي هو اللي جاب دستور 2011 وهو اللي جاب قضيه المساواه وقضيه حظر التمييز وقضيه حظر العنف وكذلك مساله ديال المناصفه. الا بغينا نقنعوا خصنا نقتنعوا. اذا اللي غيكون في هذه الهيئه يتعين ان يكون مقتنعا بماذا؟ بالمفهوم ديال المناصفه والمفهوم ديال التمييز المباشر والتمييز غير المباشر. ولكن مازال الهيئه ما تنصبتش باش لان هذا الشيء لان لا لا اسمح لي لان توحيد الفهم علاش كنتكلموا؟ هل المفهوم وزاره التضامن للمناصفه ومفهوم المجتمع المدني؟ ابدا. كاين اللي كيقول لك كاين في الاتفاقيات الدوليه لا كاين اختلاف علاش قانون ديال العنف غيقول لي طبيعه القانون انا مراه قانون واعرف ما اقول. لا تعريف تعريف بان اسمح لي الله يخليك اسمح لي الله يخليك سيدي الروكاني تعريف ليس هناك شوف كاين اللي كيقول لك التعريف ديال التمييز كاين في الاتفاقيات الدوليه خلفيه سياسيه باش نكون واضحين خلفيه سياسيه وراء يعني التهميش والقفز على مساله التعاريف لان هناك موقف من المناصفه كيفاش وموقف من عدم التمييز كيفاش ومن التمييز المباشر من التمييز غير المباشر. حنا هذه المسائل راه ما كتهمناش غير في التمثيليه الدبلوماسيه وما كتهمناش غير في التمثيليه السياسيه وفي شي مسائل. التمييز تهم العاملات في المعامل في الضيعات الفلاحيه اللي كاينين في البيوت اللي كاينين في التعليم اللي كاينين في القنوات الاعلاميه اللي كاين في الاحزاب السياسيه اللي تيهمهم المساله ديال المناصفه والمساله ديال عدم التمييز. ما كتهمش غير واحد النخبه معينه. احنا اللي تيهمنا هو المجتمع المغربي الحقيقي هما هاد النساء اللي ولاو كيتعايشوا مع التمييز واللي خصهم قانون اللي كيوضح ليهم وكيفهم ومتيحسسهم. وهذاك التعريف هو اللي غيحل لهم المشاكل. هذاك التعريف هو اللي غيحل المشاكل. لا 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 تعريف جزء تعريف منطلق تعريف إطار ولكن تعريف مرجع تعريف بوابة تعريف يحصن لأن التعريف يحاصرني ويقول لي هاشنو خصني ندير. ولكن السيدة روكاني وغنسول تسير حنوشي على التمييز يعني كاين في الاتفاقيات الدولية مقاد يعني نبغي فقط نطلع عليه. وعلاش ما ديروش؟ لا علاش غير نطلبوا السؤال ولماذا؟ يعني هذه الشيء ما تضير أنه راه معرف راه معرف كاين في الاتفاقيات الدولية ما نحتاجوش فيه اجتهادات أخرى. أنا عندي واحد الملاحظة واحد الملاحظة تنظيمية السيدة لماذا غطرح سؤال يجاوبوا عليه لماذا المانعة والمقاومة ديال الحويجات اللي بين
قال لك سي مولاي يعني قال لك راه قال لك في المسار التشريعي سي جامع انا ارجوك لا ارجوك سي جامع يفترض انك دير الانصاف لان الطرق غير متوازنه فيه تصور واحد يدافع عن الحكومه والتصورات الاخرى لا تدافع عن هذه المقاربه دابا غادي لا وارجوك شوف سي مولاي تكون منصف كاين الحكومه وكاين حزب الاغلبيه الحكوميه وكاين المعارضه وكاين المجتمع المدني المتصوت اهلا وسهلا انا راه مسموحش انا هاد المواقف كاين تيارات في المجتمع المدني اشتغلنا معاهم تعبيرات مدنيه انا مسموحش هاد المواقف انا مسموحش دابا اعطيني نعلق لا تسمعوا السي الحنوشي تا هو جوج كلمات سوف ندعى في القريب الى ان نتداول في مشروع قانون يهم اختصاصات مؤسسات دستوريه اخرى قريبا وضمن هذه المشاريع التي سوف تعرض على انظار مسطره التشريع هناك أشياء تتعلق بالتعريفات مثلا الآية الوطنية ديال مناهضة التعذيب غادي نجيبوا تعريف ديال مناهضة التعذيب شنو هو التعذيب التعذيب راه ماشي انيفيدونس راه كاينه اتفاقيه دوليه ناخذ منها التعريف اللي توافقت عليها الميدو وهذا نحطوها غادي نجيبوها في الميدو ملي غنذكروا مثلا الجانب المتعلق بالآية الوطنية ديال الانتصاف ديال الاطفال ضحايا الاعتداءات ضدهم ملي غنجيبوها نجيبوها من التعريف ديال الاتفاقيه ديال الدوليه ملي غادي نجيبوا الجانب المتعلق بحقوق الاشخاص وذات اعاقه اذا غادي ناخذ التعريفات اذا من المرجعيه ديال الاتفاقيه الدوليه بمعنى انه كما قال الاستاذ قبيله ديال الانسجام ديال المنظومه الانسجام كاين انسجام داخلي وكاين كما قلت قبيله انسجام كذلك مع الممارسه الاتفاقيه المغرب هذه البلاد اختارت انها تكون منفتحه على المنظومه الدوليه بشكل سيادي وهذا الشيء كيرتب اثار على المنظومه القانونيه ديالها اما كنقبلوا هذا الشيء ولا ما تنقبلوش الا كنا ما تنقبلوش نقولوا ما قابلينش ما كاينش مشكل ما كاينش يقول لنا غنديروا واحد الهيئه يعني فقط تستجيب للمعايير المغربيه وبس وكما نقولوش اننا حنا منخرطين وقابلين ان نكونوا في المنظومه الدوليه ديال حقوق الانسان سمروني ما جاوبك على انه الهيئات الاليات والهيئات اللي ذكرها الاستاذ الحنوشي كلها غير وارده في الباب 12 من الدستور الباب 12 من الدستور فيه هيئات فيه ثلاثه ديال الانماط ديال الهيئات فيه هيئات ديال حمايه الحقوق النهوض بها واللي من ضمنها الهيئه ديال المناصفه فيه هيئات ديال الديمقراطيه التشاركيه والتنميه البشريه والمستدامه وفيه هيئات ديال الضبط والحكمه الجيده هاد الهيئات وهاد المؤسسات اللي ذكر الاستاذ الحنوشي هي غير وارده في هذا النمط نعطي واحد التوجيه الله يجازيكم بخير شنو ما وردش في الباب 12 من الدستور في الهيئات والمؤسسات اللي مرتبطه بالفصل 171 من الدستور راه كاين سقف في الفصل 171 من الدستور راه عطاك التاليف والصلاحيات والتنظيم والقواعد التربيه لان هذه الجمله غنكررها هذه الليله بزاف انا اللي بغيت نقول لا دابا انت كتقاطعيني يا سيدي سالم اللي كنت كتهضري ما قطعتكش لا كتقاطعيني لانك كتقطعيني خليني نهضر واش الهيئه جزء من المنظومه الوطنيه ديال الحمايه ولا لا؟ اكيد جزء من المنظومه ولكنها مؤطره بالفصل 171 من الدستور. اي ولكن سيدي سيدي انا غير انا خليني نجاوب على عناصر المسار الذي قطعه اعداد مشروع هذا القانون يؤكد على ان الحكومه انتهجت نهجا ديمقراطيا خالصا انطلق بمقاربه ترصيديه للقطاع المعني اللي هو قطاع التضامن والمراه والاسره والتنميه الاجتماعيه التجارب الدوليه بعد ذلك تم تعيين لجنه علميه مكونه من 15 عضو وعضوة اشتغلوا في كل تجرد ونزاهه والدليل هو ان المنتوج اللي نتج هو عند المجتمع تلقات هاد الهيئه العلميه 88 مذكره فيها 10 المذكرات ديال دي غيزو شبكات جمعويه تضم 300 جمعيه بعد ذلك كانت وظيفتها الاساسيه هاد اللجنه العلميه هي القيام بالعمليه ديال التقعيد ديال المخرجات ديال المقاربه التشاركيه وفي نفس الوقت طرح السيناريوهات والافكار الممكنه لتطوير عمل الهيئه قبل ما يقيس حتى شي قطاع حكومي يكون في قطاع التضامن المشروع نقل مباشره الى لجنه البندقيه هذه ارادتنا يعني اللي كيناقش انا ما جيتش نقيم هنا السرائر وما جيتش نقيم طبعا نيه الحكومه في التنزيل الديمقراطي او غير ديمقراطي للدستور ولكن انا اعرض الان مسار نعتقده ديمقراطيا واعتقده شركاء الوزاره وشركاء الحكومه على انه ديمقراطي مشى المشروع لجنه البندقيه خمر عند لجنه البندقيه رجعت لنا لجنه البندقيه 99 ملاحظه وراي بشان ذاك المشروع بشان ذاك المشروع عاد انطلقنا في المسار ديال الملائمه ديال النموذج هو نموذج يشتغل في فضاء دولي والمغرب ما بقاش خايف من المراجع الدوليه في مجال حقوق الانسان دستوره اعلناه ولكن راه كاين الخصوصيه التشريعيه الوطنيه اللي خصنا نفهموا بها الا خدينا هيئه مثلا باختصاصات ذات طبيعه شبه قضائيه في واحد السياق قانوني معين راه ما غاديش نديروا لها المنهج المطابقه وغنزلوها هنا
اذن خصنا نفهموا فهمنا ساقي. نكمل نكمل خليني غير نكمل سيدي وعقب عليا غير سؤال، واش الخصوصيه تكون ان بيس او اموال؟ لا كاين السيد الحنوشي اللي كيقول لك هذه القضيه دابا المواقف. واسمعني سيدي الله يجازيك خير، خليني نكمل هضرت الحقوق دابا اللي كيقول لك حتى في القانون الاسماء ديال البلاد راه فيها مسار. هذا مسار ديمقراطي بدا بمقاربه تقنيه اكاديميه علميه ومشى نزل المقاربه التشاركيه. في المقاربه التشاركيه وهذه تسجل الوزاره عبر مواقعها الالكترونيه وعبر عدد كبير من الجرائد والصحف الوطنيه نشرت اعلانات كتقول للمجتمع المدني، كتقول للاحزاب السياسيه والمنظمات النقابيه، كتقول للمؤسسات الوطنيه، كتقول للخبراء اعطيونا مذكراتكم. اللجنه العلميه انصتت لممثل ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، لممثل ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لممثل ديال دار الحديث الحسنيه، بمعنى كل هذا المسار وهو غير ديمقراطي والحكومه غير ديمقراطيه في ذلك. ولكن انا 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 اللي غنطرح سؤال دابا. الا بغينا نقارنوا، الا بغينا نقارنوا ما بين المسوده اللي صوبتها اللجنه العلميه ومشروع القانون. الا سمحتي سامحني، نقطه تنظيميه. انا عندي تحفظ كبير على التوزيع ديال الوقت. لا انا اسمح لي السي يقول حسن الله يخليك، غير باش نقولوا وبلاتي غير قوس الله يخليك الله يخليك. انا ما اسمعوه وانا في الميدان، هادشي مغالطات سياسيه. اللجنه ما استمعت لكم، الوزاره ما استمعت صف. هادشي كله اعلانات. اسمح لي خليني نكمل. شوف واش دابا الهيئه صفت لها شي مذكره؟ اي اسمح لي الله يخليك، راه الله يخليك اللجنه العلميه. الراي ديال المجلس الوطني والراي ديال المجلس الاقتصادي والجمعيات النساء ما خضعتش بها الوزاره. كل مؤسسه لم تاخذ. خليني نكمل وخليني نكمل. لا واضحه الفكره السيده الربيع. انا نوضح الفكره. لم تاخذ به الحكومه. انا نوضح الفكره. تصور المجلس وتصور المجلس الاقتصادي ومجلس ديال السي ان دي اش والجمعيات النسائيه وهذه الديناميه، مقترحاتنا لم تاخذ بها كامله ولا والو كاع. والتوصيات ديال لجنه البندقيه واش لم تاخذ بها كامله؟ ما كتاخذش بالتعريف، ما كتاخذش بالتشكيله واستقلاليه. ما ممكنش قانونيا، ما ممكنش. الله يخليك الله يخليك. غنجيو للمهام، غنجيو للمهام. وكاين القراءه السلبيه للدستور من اجل تقييده ومن اجل ان نفرغوا المناصبه ونفرغوا المساواه ونفرغوا التمييز من المستجمع. لا نكمل. الله يخليك، راه كتوقف. لا اعطي السيده ارجوك انا كنعطيك الاتفاقيه الدوليه. غنعطيك انا قلتي بانها سنه. راه كاين الاتفاقيه الدوليه وكاين توابيت الامه وهويتها الراسخه. راه كاين اللي كيرجعش النقاش. هذاك الدستور نهار تصوب حمالو او جوج مالو او جوج. توصيات اللجنه المعنيه بالقضاء على التمييز ضد المراه والتوصيات الصادره عن لجنه الوزراء الى الدول الاعضاء في مجلس اوروبا اللي كيمول وزاره التضامن بشان معايير واليات تحقيق المساواه كينصوا على التعاريف. علاش ما دارتهاش؟ راه قال لك كاين المشكل القانوني السيده الطاهر. لا يمكن هذا القانون. لا سمح لي بهذا القانون بوحدي. الا كنت جوري لا سمح لي، الا كنت قانوني ولا لا سمح لي. الا كنت امراه قانونيه كتقولي امراه قانونيه ففهمي الفصل 171 في القانون الدستوري خصو قانون خاص. التعاريف خصها قانون خاص. رايك وتفسيرك هذا راي الحكومه. هذا سيدي الروغاني، سيدي الروغاني، سيمروني سيمروني سيمروني. لا واسمح لي سيدي ما تعسفيش عليا، ما تعسفيش على شخصي. انا ارجوك 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 سيمروني سيدي الروغاني، سيمروني سيدي الروغاني، عفوا ارجوك. وخلونا نتقدموا، خلونا نتقدموا، نتقدموا خلونا نتقدموا، خلونا نتقدموا. السيده الطايري اللي كيقول بان في هذا النقاش كله ما جبناش واحد الطرف اخر واللي حاسم في هذه العمليه اللي هو الامل العام للحكومه، يعني كيتقدم لها. انا اللي بغيت نكمل. كيتقدم لها المشروع كما بغى يكون، كتخرج وقت ما بغات بالطريقه اللي بغات. واش هادشي صحيح ولا لا؟ انا ما تنقولش ما عنديش معطيات في هذا الموضوع. على الناس اللي كانوا في اللجنه العلميه اكدوا لي هذا الشيء، قالوا لي المهم. انا اللي نقول هو ان يعني انا قلت راينا هو ان يعني ادخال التعريفات نعتبره ضروريا. والان يعني المشروع هو يعني في المسار التشريعي في محطه اولى اليوم اللجنه. ونزيد ناكد هو ان هذا المضمون هذا يعني اللي نتكلموا عليه ليس موضوع صراع بين معارضه، يعني معركه بين معارضه او اغلبيه. هو معركه ضد من اجل المساواه، من اجل تفعيل الدستور، وضد من يريد ان يجعل تراتبيه في الحقوق الانسانيه للنساء، يجعلها من درجه ثانيه. وهذا يعني هذا الرؤيه، هذا التصور لا تظهر فقط في يعني في الهيئه، ولكن في
قضايا أخرى وفي مشاريع قوانين أخرى. لهذا أن تقول بأن النقاش أو هذا الرؤية اللي يعني جزء منها في هذا المشروع اللي هو يعني مازال في محطة يعني مر من محطات أخرى بالنسبة لنا، هذه الرؤية والتعريفات وغيرها دافعنا عليها في المحطة الأولى ديال مجلس الحكومة. طبعا لسنا وحدانا، وانت قلتي هذا دابا، يعني كاين أول حكومة مكونة من أربعة وزراء، ثم كاين مؤسسات أربعة أحزاب، ثم هناك مؤسسات أخرى اللي عندها رأي، مؤسسات دستورية. ولكن يعني هذا النقاش وكل هذا، يعني احنا مازال يعني عندنا يعني الأمل أن في المراحل المقبلة يعني المشروع غادي يمشي الجلسة العمومية في مجلس النواب، غادي يمشي ثم يتحال على الغرفة الثانية، غيتناقش في اللجنة، اللجنة الاجتماعية، ثم الجلسة العمومية، ثم يحال لقراءة، يرجع في قراءة ثانية لمجلس النواب. وحنا مازالين يعني تنقول أنه في هذا المسار التشريعي، في هذا المسار يعني هذا الدينامية، هذه الحركية اللي متفقة على واحد التصور، بمعنى ان يجب وحنا شنو دورنا، لا ماشي الحكومة ولا المؤسسات ولا البرلمان، يعني مهمته أن ينصت لنبض المجتمع، ولكن وأن يعبر عن كافة مكوناته. أن يعني الجمعيات الحقوقية والنسائية هي شريكة اليوم بمقتضى الدستور، وبالتالي يعني يجب أن يعني هذه مهمتنا احنا كسياسيين، أن ننصت لنبض المجتمع وأن نبرمي وأن نبرره من خلال القوانين. نتابع واحد ريبورتاج مقتضى من إنجاز مريم الرئيسي في مواقف أطراف أخرى، نسمعوا لها وفيها نقاط اللي غادي تفيدنا في مواصلتنا نقاش فيما بعد. تابعوا الريبورتاج. بعد مشوار طويل، ردود أفعال متباينة خلفها مشروع القانون المتعلق بهيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز، بل الانتقادات امتدت لتشمل الهيئة المشرفة على مشروع القانون. في 25 أبريل الماضي قدم مشروع القانون للتصويت داخل البرلمان في لجنة القطاعات الاجتماعية، لكن الخلافات والانتقادات وانسحاب المعارضة جمد عملية التصويت، ليظل المشروع حبس دهاليز المناقشة للآن. انتظرنا بفارغ الصبر أن تأتي الحكومة بمشروع قانون حول هيئة المناصفة الذي تقدمه الآن وهي في آخر أنفاسها. لذلك فنحن نعتبر أن ما جاء في مضامين هذا المشروع لا يفي بمبادئ باريس، ونعتبر على أنه جاء قانونا أجوفا، يعني أفرغ من العديد من الأشياء التي يعني لا تفي بالتزامات المغرب الدولية ولا بمنطق الدستور. لذلك نحن في الفريق الدستوري قدمنا العديد من التعديلات، منها يجب أولا تصدير هذا القانون بديباجة تحيل على مقتضيات الدستور وتحيل كذلك على التزامات المغرب الدستورية الدولية. ما بقيناش الآن كنتشبتوا بزاف بالتعديلات، وإنما نتشبت أن تخرج هذه الهيئة للوجود، لأنها فيها مكسب لبلادنا، وإحنا محتاجين في الوضعية الراهنة الآن المغرب، لأن عندنا قضية وطنية هي يعني القضية الوطنية هي الأولوية دابا الآن، القضية الوطنية، أن ننجح في القضية الوطنية، وهما كيدخلوا لنا من هذا الجانب الحقوقي وكيبداو ينشروا علينا تقارير غير حقيقية غير موضوعية، فهذه الهيئة سوف تكون بمثابة بنك للمعطيات وللدراسات الحقيقية المبنية على العلمية، وغتكون عندنا إحصائيات حقيقية باش ينصفنا المنتدى الدولي في الشق الحقوقي، لأن فعلا المغرب تقدم. جمعيات المجتمع المدني ومنها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لها عدة ملاحظات على المشروع. احنا نريد هيئة مستقلة بصلاحيات قوية كذلك بمهام قوية، في حين اللي تعطى لنا هو أن هيئة ما عندهاش هذيك السلطة اللي واضحة في الدستور، بل بالعكس أنها كتبان كأنها فقط آلية استشارية. كذلك على مستوى التمثيلية، نحن نريد أن تكون التمثيلية أن تكون بمعنى أن التركيبة ديالها ممثلة من خبرات كتميز بالعمل ديالها في مجال المساواة. كذلك كنعتبروا بان هذه الخبرات هذه عندها كل استقلاليه، وعندها الدور كذلك الشبه القضائي، عندها الاحاله الذاتيه، عندها الامكانيه ديال ابداء الراي.
المختصون يتساءلون كيف لثلاث سنوات من التحضير والنقاش والسجال لم تكن كافية لإخراج مشروع قانون متفق عليه حول هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز إلى الوجود. المغرب حقق تراكمات إيجابية في مجموعة المستويات على مستوى القانون الجنائي، مدونة الشغل، مدونة الأسرة، وقع وصادق على مجموعة من الالتزامات الدولية، ولكن بكل تأكيد هذا التراكم كله يجب أن يؤدي بنا إلى النهوض بحقوق إنسان وحماية حقوق النساء كما هو أيضا حماية حقوق الرجال ومحاربة كل أشكال التمييز التي يمكن أن تمس أو أن تكون مبنية على أساس الجنس. قبل الأنفاس الأخيرة للولاية التشريعية الحالية، هل سينتهي مشروع القانون حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بولادة كاملة وغير مشوهة، مما يضمن انسجام الهيئة مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس المنظمة للهيئات المستقلة ودون استغلال سياسوي للملف؟ سيدة من عمر، غندخلوا في مسألة الاختصاصات الهيئة، لأن ربما المشاهدات والمشاهدين اللي كيشوفونا غيقول لك هذه الهيئة اللي كيتكلموا عليها الناس شنو غدير، لاش لايقة، إلا خرجات ما خرجات، اتفقوا ما اتفقوش، شنو هذه الهيئة مثلا ممكن أنه في حالة يعني المصادقة على المشروع، على المشروع القانون وتم التنصيب يعني ديال الرئيس والأعضاء ديالها، شنو غدير الاختصاصات ديالها؟ لا، كاين الهيئة وكاين الهيئة، كاين الهيئة اللي هي في مشروع القانون وكاين هي الهيئة اللي حنا كنطمحوا أننا ندخلوا عليها تعديلات من طرف الفرق البرلمانية. المهم واحد المسألة اللي هي أساسية لابد ما نتكلموا عليها، هو أن نتكلم عن حقوق النساء ماشي طرف، هذا ماشي طرف، هذه ضرورة. ومني كنتكلموا على النساء راه جميع النساء المغربيات، كنهضروا بحال مثلا في اسبانيا ملي كيهضروا على قانون المساواة كيقولوا النساء والفتيات، لأن احنا الحمد لله التمييز وكيبدا لنا ملي كيكونوا البنات الصغار. احنا من اجل الفتيات الصغيرات في القرى في المدن، احنا ضد الاميه، ضد الفقر والتهميش، ضد الاغلال اللي كانوا مقيدين بها النساء منذ سنين. الاختصاصات مزيان، احنا استعملتي واحد الكلمه اللي هي كانت مهمه في الاول سي جمع، هي البلوكاج. عندك نموذج ديال البلوكاج، حنا اون دي بلوك دابا، وصلنا للاختصاصات. الاختصاصات راه هذه مهمه باش نعرفوا هاد الهيئه هذه واش غتشتغل، واش غادي تكون ناجعه ولا ما تكونش. في المرحله الاولى هي التعريفات اولا، احداث هيئه والتركيبه ديالها، ولكن على من غادي نشتغل؟ غنشتغل على اشخاص بوضعيه اعاقه، على النساء، على من غادي نشتغل؟ دابا الاختصاصات، واش بغينا هيئه اللي عندها اختصاصات وتكون قويه وناجعه واللي هي كتشتغل على حقوق النساء، او لا غادي نعملوا مركز الاستماع او لا تقبل الشكايات او لا استقبال الشكايات والاستشاره. هادو الجمعيات تبارك الله في المغرب راهما قادين بهذا الشيء، راه كيعملوه. كيخصنا هيئه اللي نكونوا فخورين بها. شنو خصها دير مثلا؟ كيخصها دير حيت كان واحد النقاش انه تكون عندها اختصاصات شبه قضائيه. تكون عندها اختصاصات شبه قضائيه، والاختصاصات الشبه قضائيه هو كاين واحد المسار، واحد التسلسل، ان يكون الانصات، استقبال الشكايات، تتبع الشكايات، وايضا توجيه الناس اللي عاملين الشكايات نحو الادارات، وتكون الوساطه، وايضا حتى العدل، حتى المحاكم. ولكن هذا ربما الاختصاص كيمارسوا حاليا المجلس الوطني لحقوق الانسان. لا، كاين الفرق، حنا كاين محددين والدستور حدد مع مراعاه اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان، المسائل واضحه وكاين الفرق بيناتهم. ولكن اذا كانت غادي تكون واحد بحال الجمعيه ما ولا مجلس تجاري ما كاينلاش كيخصها. والوساطه، الوساطه راه ضروريه، ان كيكون ابرام الصلح، كيكون بزاف د المسائل بلا ما نوصلوا للتشنجات ونوصلوا للعنف. اما اذا كانت بهذا الدور البسيط ديالها راه ما غاديش يكون عندها شي دور كبير وما غاديش يمشيو بها للقدام. حنا بالنسبه للحركات النسائيه والحركات الحقوقيه والاحزاب اللي كتامن بالمساواه والكرامه الانسانيه، حنا عندنا تاريخ، هذا نضال طويل ومرير مع بالنسبة للمكتسبات وباش يكون عندنا حقوق النساء وحقوق الإنسان. دائما كانت مقاومات، هذه ماشي شي حاجة جديدة، ولكن اليوم منين كيمشي الأستاذ الرميد المجلس حقوق الإنسان راه هو كيفتخر بالمكتسبات اللي عندنا. هذوك المكتسبات راه ما جاوش سهلين. منين كيمشي الأستاذة باسمة الحقاوي نيويورك
لجنة وضعية المرأة كتفتخر بالمكتسبات. هذوك المكتسبات راه ما جاولاش سهلين. هذاك النضال ديال حركات حقوقية، حركات نسائية، الأحزاب اللي كتأمن بالمساواة كتآمن بها. بمعنى أن كاين أحزاب لا تؤمن بها. ربما 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 كاين اللي ما تأمنش منين كتطرح التعديل من أجل النساء ومن أجل المساواة وكيترفض. إذن بالنسبة لهم المساواة راه سي الحنوشي في هذه القضية الاختصاصات، هل الهيئة علاش لا قاعدة بشكل مبسط بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات اللي كيشوفونا؟ بطبيعة الحال غير تيخصنا نتفاهموا على بعض الأوليات. كنا كنتذكروا قبيلة على أننا نتحدث عن هيئة ضمن المنظومة الوطنية للحماية الحقوق والحريات اللي كاينة في الدستور، واللي حتى بحكم التكريس ديال هذا التصنيف اللي جا في قرار ديال المجلس الدستوري هي أربعة. كاينة المجلس الوطني للحقوق الإنسان اللي عنده ولاية عامة في مجال الحقوق والحريات، ثم كاين وسيط المملكة اللي مختص في الحقوق ديال المواطنات والمواطنين في علاقتهم بالمرفق العام، ثم المجلس الجالية اللي مختص في الحقوق ديال مغاربة العالم، ثم الهيئة ديال المناصفة ومكافحة الأشبه. هذه المنظومة الوطنية ديال 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 الحقوق. إذا اتفقنا على هذه القضية ما بناها من أنه في العالم الهيئات ديال الحقوق والحريات عندها جوج ديال الخطوات الكبرى كيمشيو حتى جوج رجلين. الرجل الأولى هي الحماية والرجل الثانية هي النهوض. بمعنى أنه كاين واحد إمباتري ديال الاختصاصات اللي كاينة، بما أن أختي ذكر دائما على المؤشرات اللي فيها مؤشرات قبل القياس. هناك مجموعه ديال المؤشرات داخل مبادئ باريس فيما يتعلق بالاختصاصات ذات الطابع الحمائي، باش ما نخلعوش على القضيه ذات شبه قضائي ولا شبه قضائي. ما تهمنيش، تهمني هو المحتوى، هو ان تعزيز الصلاحيات المرتبطه بالحمايه. ذكرت منها الاستاذه البعض، كاين البعض الاخر، ثم كذلك مجال النهوض. المشكل اللي كاين في هذا المشروع علاش حنا كنا تنذكروه، انه كاين واحد اختلال ديال التوازن في هذ الكفتين. يعني كاين يعني واحد الاريحيه في مجال النهوض فهمتيني، وكاين واحد الشع في مجال الحمايه. ونحسبوها كاين مقتضيين الحمايه، جوج مقتضيات الحمايه من 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 20 مقتضى. وعلاش بدنا قبيله قضيه ديال اللجنه العلميه؟ حتى المؤشرات مهمه. اللجنه العلميه انتجت نص فيه 46 ماده ماشي 20 ماده، ياك. المؤشر اخر هو المؤشر كذلك ديال التعديلات. سمحوا لي انا قبل ما نجي شفت التعديلات. سي جامع النائبات والنواب الاغلبيه المعارضه حطوا 116 تعديل على نص فيه 20 ماده، واستنتج انت اللي بغيتي. كيف انه انا ما عندي ما نستنتج، ولكن قلنا اول ان هذا اغناء المشروع. الاغلبيه معارضه حطوا 116 تعديل على نص فيه 20 ماده، انا ربما هذا اغناء المشروع. مزيان يعني ما بقاتش البرلمان قاعة التسجيل كما كنقولوا واحد الوقت، يعني كيجي النص وهذا داكشي اللي بغينا. احنا بالنسبه لنا وحنا في نفس الوقت كنعاود ناكد هذا القضيه. انت بغيتي تقول واقيلا بانه 126 تعديل على 20 ماده، يعني كان كله اعطاب. لا انا كنقول لك استنتج اللي بغيتي، ما تقولش هذا. انا تنقول على انه قبيله قلت انه بالنسبه لنا خصنا كنا كمغربيين والمغاربه ندافعوا على الاختصاصات البرلمان في مجال التشريع، حيت هذا النص ديالو الان ملكو. فهمتيني، هو تيتحمل المسؤوليه ديال يعطي المسار اللي بغى. كذلك احنا واعيين كمجلس الوطني للحقوق الانسان اننا ما كنشرعوش وما كنمكنش نلعبوا الدور ديال المشرع، وما كيمكنش نلعبوا الدور ديال السلطه التنفيذيه. احنا فقط واحد راي استشاري، يعني حاولنا اننا نعطيو البرلمانيات والبرلمانيين الماده باش يكونوا رايهم بشكل مستقل، وباش كل واحد يتموقع انطلاقا من القناعات ديالو والمرجعيه ديالو حول الاشياء اللي كيعتبر انه اساسي خصها تدخل. والهدف الاساسي، الهدف راه قلتوها قبيله، هو كيفاش نجودوا هذا المشروع ونعطيوه الحد الادنى ديال الضمانات ديال انجاح هذه التجربه هذه. بطبيعه الحال ما حناش متفقين على كل الاشياء اللي جات في المطالب ديال المعبر عنها من قلب فاعلات وفاعلين، ولكن كاين واحد الحد الادنى اللي ضروري باش هذه المؤسسه تكون عندها معنى ومطابقه ذلك الاهداف اللي تسمى لها في الدستور. نعم سيدي الطيري. انا بغيت غير نرجع، قلتي فين تيبان التمييز واش كاين، واللي يعني لا يؤخذ به دائما، يعني ماشي اليوم، يعني في السياسات العموميه بصفه عام. تنعرفوا التعليم، الهدر المدرسي عند الفتيات هو اكثر، تندرس الفتيات في القرى اكثر. نعرفوا بان 70% من الاشغال في العالم القروي تقوم بها النساء ولا يعترف بها. كذلك نعطيك مثال اخر، عندي هنايا بعض الارقام. المغرب تيحتل المرتبه 24 من بين 30 دوله،
فيما يتعلق بسياسات وآليات دعم المقاولات النسائية. شنو معناه؟ يعني من بين 30 دولة اللي تمت فيها يعني مقارنتها أو تصنيف، إذن المغرب في 24، إذن معناه أقرب إلى الربع الأخير. شنو هذا؟ هذا تمييز غير مباشر، يعني لأن السياسة العمومية تقول لك راه محايدة، راه دار تيدير برنامج ديال التشغيل أو ديال التعليم أو ديال الطرق أو غيره، ولكن لا يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات ما بين الجنسين. هو تيقول لك راه محايد بالفعل، انا ما درتش التمييز بين الشبان والشابات اللي عندهم مقاولات ولا اللي غادي يخلقوا مقاولات، ولكن عمليا راه كاين تمييز. هذا هو اللي تنسميوه غير مباشر، وخاصو يبان، خاصو يبان باش يمكن تاخذ اجراءات لمعالجته. نعطي مثال اخر، يعني في الاعلام المغرب يحتل مثلا 135 على صعيد المشاركه الاقتصاديه للنساء. حنا ما تنتكلموش على السياسه دابا، يعني البرلمان والحكومه، تنتكلموا على المشاركه الاقتصاديه وعلى يعني الحقوق الاقتصاديه. نفس الشيء، هذه اشياء يعني غير بارزه، وبالتالي يعني حنا هاد الهيئه هي يعني مثال اخر. اليوم كاين يعني الديناميه حول العداله المناخيه، الدراسات تتقول ما تيكونوا الكوارث يعني زلازل او فيضانات او يعني ودراسات في بعض الدول، ان 70% من الوفيات هي النساء والاطفال طبعا. اذا هذه الا ما كانتش عندنا ارقام وما شفناهاش وما برزناهاش، ما يمكنناش تكون عندنا سياسات يعني اللي يعني تحد من الاختلالات وتضمن الحقوق الاساسيه للمواطنين والمواطنات. وقيس على ذلك مثلا البطاله، البطاله هي اضعف في مجال لدى النساء، يعني لما تيكونوا متساويين في الشهادات دائما البطاله اكبر لدى النساء، ولكن حظوظ الولوج للشغل يعني بنفس الشواهد بنفس كذا، حظوظ ديال الفتيات 3 مرات اقل من الذكور. يعني لما تخدموا 3 ذكور تيمكن تخدم بنت بنفس الشواهد بنفس يعني الكفاءات. وبالتالي يعني هذا هو تمييز غير مباشر. ويعني احنا يعني بالنسبه لنا الهيئه يعني تكون عندها يعني ما يكون تعريف انها غادي تشتغل على هذا الموضوع، انها تلقى الشكايات وترافق الى غير ذلك، ولكن ايضا تضمن يعني تقدم توصيات وكذا من اجل يعني ايجاد يعني سياسات. نعم. وفي نفس الوقت لمعالجه الاختلالات. سيمروني يعني تقلص من التمييز اختصاصات اللي عطيها المشروع الهيئه، هل بامكانها تعالج هذه الاختلالات اللي تكلمت عليها السيده الطاهره؟ قبل ما نجاوبك على هذا السؤال، دائما انا بغيت ناكد على فكره اساسيه. انا جئت امثل وزاره التضامن والمراه والاسره والتنميه الاجتماعيه.